نقل ابتسام باتما على وجه السرعة للمستشفى في حالة مستعجلة. إليكم التفاصيل. فقد كشف فؤاد قبيبو زوج ابتسام باتما أن هذه الأخيرة أصيبت بوعكة صحية، لكن لم يحدد السبب الحقيقي، إلا أن رواد السوشيال ميديا رجحوا بأن تكون بسبب مضاعفات الحمل وما يترتب عنه من إرياء. وقد نشر قبيبو صورة له مع ابتسام داخل غرفة المصحة التي توجد بها، كما نشر فيديو لبعض أصدقائه أكد من خلاله أن ابتسام توجد داخل المستشفى وقد أصيبت بوعكة صحية. سعد الأصدقاء ديالنا ولا العزيزة بوسريبة، السمعة ديال مراكش النائبة البرلمانية ديالنا واللي بغيناها، حنا معاك وانت هي معنا ياك إلى الآن. فقد راجت في الساعات الأخيرة أنباء عن وجود علاقة حب تجمع بين عارضة الأزياء المغربية ابتسام باتما ومهندس الديكور فؤاد قبيبو، وذلك بعد ظهورهما في صورة مثيرة للشكوك. وقد ظهر فؤاد قبيبو طليق التونسية نجلاء في صورة نشرها عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام، وهو يضع يده على خصر ابتسام باتما في حين هي تتوسط فخذيه، ما جعل بعض نشطاء منصات التواصل الاجتماعي يرجحون أن بوادر وجود علاقة حب بين الثنائي تلوح في الأفق.